التحديات. أنيق وسط الميدان وثاني أكثر اللاعبين تتويجاً في الجزائر يخرج عن صمته في حوار مطول مع قناة الهداف، يتحدث فيه عن مسيرته الحافلة وعديد الأمور المثيرة مثل المشاكل التي حدثت له مع أنصار وفاق سطيف. بلكي تروح بي كيما يقول لك بحقد، أنا ذاك كيما يقول لك بالمونطون هذاك، نظن هذاك دار لي مشاكل كبار مع الأنصار. كنت دائما في ضغط راهي، نلعب مليح نسجل، كان عندي ضغط رهيب. الأزمة التي حدثت بينه وبين المدرب زكري والتي أدت لمغادرته الوفاق، درت لقطة أنا أخذ الناس شغل دار أنجاز اللي زاد الناس فاروا عليا، هذيك اللي ما حملتهاش أنا، ونطول نقدر نقول لك بالك 90% غادرت الفريق على المشاكل اللي صارت لي مع المدرب زكري. التضحيات المادية التي قدمها ليغادر النادي الصيفي، أي سمحت 750 مليون، أنا رجعت له شاك اللي عندي باش تريح لا كونسونس تاعي طرونكي، وسمحت في درهمي. السبب الرئيسي الذي أدى لرحيله عن اتحاد العاصمة، ولكن تذبذب العلاقة تاعي مع رئيس الفريق ربو حداد آنذاك، دخلت معاه في واحد النزاعات. رأيه الشخصي حول تجربته في شباب الوزداد، كنت لعب في شباب الوزداد، كاين واحد كيما يقول لك واحد لوشارم تحس به في شباب الوزداد، رغم الضغط رغم المشاكل، ولكن كاين واحد لوشارم هذا تحس به في الفريق هذا. الأسباب التي أدت لاعتزاله وهو في أوج العطاء، سيفريك قادر نزيد ومصح في يعني في الرأس تاعي عييت، تاني ملعبت الفريق دائما أنا في الواجهة، ومعايشته لتجارب مريرة في ملاعب الجزائرية. مي هذيك الحادثة في عين فقرون فريمو 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 خفت، خفت وشفت لي ماش تاعو كيما يقول لك بناتي العائلة تاعي، شغل خفت قلت أنا وراني رايح بها. كل هذا وغيره تتابعونه في حوار مطول مع ميلود جديات يوم الأربعاء على الساعة 9:00.